السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم نوعات اخر على الاوضه. النهارده احنا عند ام رودينا ياسمين، وادام قلنا ياسمين يبقى في النهارده تخفيضات، بس معايا انا بس تيجي وتقولوا لا ان انتوا تبع منوعات اخر على الاوضه. تعالوا بقى نشوف التشكيل اللي عندها النهارده. هنبتدي من ريشه، وانت جايبه لونين النهارده اهم جنزاري، وجايبه كمان النبيتي. يبقى فاضل كده الكشمير تقريبا، فاضل الكشمير والبني. خلصان. بصوا الرسمه بتاعتها دي جميل قوي، برضو الكريستال يا جماعه، برضو التقيل المحمل. تمام، ورينا بقى النبيتي. الله، بصوا ما هو كله 250. صدقي بقى ان الخفيف اللي لسه نازل بس مش ده في القلوب طلع اقل في المقاس. لا اللي عندي 52 برضه. لا لا لا، مزبونه جابته وانا فصلته لها، يا عيني طلع على السرير صغير خالص، زعلت جدا. لا لا، بس الحمد لله مش انا اللي جبته، كل شغلنا الحمد لله. كل الخامه بتاعتنا انا ما بجيبش الا التقيل، هي جابت الخفيف بس الحمد لله. انا هقول لها قولي يا قمر، انا بس بقول وبنوع عشان الناس برضو تعرفوا الاشكال اللي موجوده في السوق، خفيف وتقيل. دي تقيله اهي، والعرض بتاعتها العرض بتاعها عريض. انا مسكت الخامه من قبل ما انت اصلا تبتدي معايا. اول لما جيت مسكت الخامه قلت لها لا تعالي نعمل فيديو على الشغل الجديد ده. الجنزاري، بصوا الجنزاري الرسمه جديده زي ما انتم شايفين اهي، في منها لون الثاني، ادي الثالث. اللهم بارك، دي الرسمه الجديده. لا قولي لهم بقى بكام. هو عامة أي حد بيبيع ب 140، والكريستال كمان زاد 5 جنيه بقى 145. أنا هبيع عشان خاطر تطلب 135. تسلمي لي يا قلب دودو. أصوب إيدك يا اللي ما تصلي على النبي. عليا أفضل الصلاة والسلام. وأنا بقى وسيب الباقي عليا. بصوا الجمال. أم رودينا واحد بس يا كبير. بس الرسمة جميلة جدا، ومن الجنبين برضه ليها رسمة. أنا عجباني قوي الرسمة دي، واخدة شغل كتير قوي عن الإسلامي في النص. تعالوا بقى نتفرج على اللي هي فروع من الجنبين. أدي كده فرع صغير. اللي قبلها تدريج. ايوه نازلين باول حاجه لغايه اخر حاجه. تمام، 135. حلوه قوي قوي البتنجاني دي، بقى الوان بالسريهات بتاعتها يا جماعه. بصوا قمر، ادي اتنين، ادي لون الجينز الكشمير. اللون ده العسلي بقى مش بني، ده العسلي. في فرق ما بين البني وفي فرق ما بين العسلي. بص يا كبير ما شاء الله، بصوا الرسمة. بص العرض قد ايه؟ اه ما هو باين هي والتانية، انما اللي انا بتكلم عليها في اول الفيديو كلكم عارفين. عشان خاطر دعاء بس. هوريكم اول لما امسكها عند حد اقول لكم الخفيف، لان طلع العرض بتاعها صراحة قليل جدا. خش على الغزالة. بصوا بقى الغزالة. باين قوي الكريستال بتاعها حتى في الكاميرا. اللمعة بتاعتها جميلة. ما شاء الله، دي الغزالة. كم منها لون؟ ادي لون؟ اه اتنين. الزيتي والموف خلصان. الزيتي والموف خلصان، عندكم النبيتي وعندكم ايه؟ البتنجان. الغزاله النبيتي والموف بتاعها. رسمه البطانيه دي؟ اه دي رسمه البطانيه. مربعات كده في بعضيها. برضو في منها لونين، بصوا عرضها اصلا ما بتتفرد. في حاجات بتبقى عريضه قوي، وفي حاجات بتبقى كنزه، واديني قلت عليها في اول الفيديو. بصوا دي قمر. في حاجه هنا مع بعض. رسمه اثنين ثلاثه. رسمه 135. كده 135. كده 140. يعني من اول المربعات دي 140 ولا من اول الغزاله؟ من اول الغزاله 140. واحد اثنين ثلاثة 135. 135 لغاية الغزالة. لغاية الغزالة. الحمد لله، ماشي غزالة الرايقة. ب 135 نبتدي بقى 140. ماشي. 140، بصوا لونها جميل جدا. جميلة قوي. والله من غير ما امسك باين قوي الخامة بتاعتها، وباين التقل بتاعها. حتى بصوا يعني بتبان الخوفية من التقل لما تيجي تمسكيها. 5 جنيه هنا عشان الخامة دي فعلا أتقل من التانية. يعني هنا ب 140. 140. تمام. كله 140. تمام. الرسمة عندي بألوان. ب 140. حلو. حلو أوي. بصوا لأنه الأسمر كمان أهو. رقم واحد ده. أوف. حلو أوي الأسمر ده. تمام. أدي لون 2 3 4. أدي لون 2 3 4، ده الكشمير ده آخر واحد. ماشي. دي رسمة الإسلام. بصوا الجمال. يا لهوي على القمر. بصوا الكريستال بتاعها. حلويات. بصوا بقى الاسلامي دي جايه عامله ازاي، والجديده دي عجباني قوي انا الجديده دي بصراحه. لما حد يكلمنا ويقول عايز اي شغل شحن، دي الاسلامي النجمه. النجمه دي النجمه غير التانيه. تمام. في كل الوان. في زهري منها. انت من الرسمه دي في زهري ولا دي؟ دي لا ما فيش زهري. في الجنس بتاعها ما شاء الله العرض بتاعها كبير. ودي الكشمير. اثنين ثلاثه الجراي. ماشي. أربعة النبيتي. النبيتي.
5 الجنس اهي. فين الجنس يا معلم؟ اهو ورا هناك اهو. ماشي. طيب. 5 الجنس؟ خش بقى على رسمة رمش العين. انت سمعها رمش العين؟ اه رمش العين. برضه نازلة تقيلة قوي، نازلة تقيلة قوي الخامة دي. نازلة تقيلة وجميلة جدا. وصراحة وخلايا النحل برضه تقيلة قوي. والعرض بتاعها مرتاحة على السرير جدا. عرضه ثابت عندنا. صراحة عرضهم جميل. اجي الموف. يجي الفيري والموف واجي الكشمير. ثلاثة برضه ناقص منها لونين. ناقص منها لونين. ده الإسلامي بقى القديم. ده القديم. طبعا كلنا عارفينه ده. اه. دي الرسمة القديمة تمام. ادي المو. ادي الجينز. ادي اللون الجينز. وادي الزيت بتاعها. الزيت بتاعها تقيل قوي على فكرة بقى. امسك ما شاء الله جاي تقيل. تقيل جدا. اه جاي تقيل قوي. الزيتي والنبيتي. جاي تقيلة ما شاء الله. انا كمان عندي النبيتي حفر. اه النبيتي حفر؟ حفر. برضه خامتها حلوة. بصوا جاي النبيتي حفر. وبرضه البتنجاني حفر. والبتنجاني حفر. بس بتنجاني اه الرسمه بتاعتها عامله زي الجاكار. بصوا اللي فيها. ايوه لسه هقول لك زي الجاكار. اه زي الجاكار بالظبط. الجاكار السلسله. تمام. نخش بقى على القلوب. القلوب. انت قلت يا ستي كل واحده معاكي جابت ايه؟ جابت ال جابت الخفيف. يلا نرفع لك تاني. جت جابت الخفيف عرضه مش عريض. ده خفيف. ده الخفيف يعني ولا التقيل؟ ده التقيل ما بجيبش الخفيف يا باشا. ماشي وماشي نزلتيها ليه؟ اه دي التقيل. خديتها عشان اقيس لك العرض. ايوه ايوه. لان الخفيفه اللي جابتها بصراحه طلعت بصراحه حزنتني. بس المهم انها هي اللي جابت القماش مش انا. ادي اتنين. اتنين ونص. اتنين ونص وشويه كمان. تمام. لا العرض بتاع التانية كانت مضروبه ما بتشتغلش فيها كله على. وعلى فكره احنا اتكلمنا في الحاجه دي قبل كده. اتكلمنا في التقيل وقلنا ان عرضه اعرض. ب 150 وب 160. اه ب 150. لا انا ببيع ب 140. ب 140. 140 زي الكريستال. طيب تمام. ده البامبا وده كده الجنزاري. الجنزاري بتاعه جميل. عم خالد صحصح معانا. ده الجنزاري. بص يا باشا العرض. تمام. ورينا بقى اللون الجينز بس الهادي قوي ولا ده جري ده ولا ايه؟ ده ازاي؟ مش الهادي. بص العرض قد ايه؟ ما شاء الله. مش باين مش بيتكلم. لا بصراحه عرض الالوف جميل. صباح الفل. بس في التقيل. لحظي ده العسلي. اللون ده نزل دلوقتي ترند بطريقه فظيعه بصراحه. حلو قوي العسلي بتاعه. بصوا عسلي. العرض باين. اه. ده داخلين عليه عرض دلوقتي وهنعمل ده غير الكافيه خالص. كده في السريع عشان المدام اللي واقفه دي. اه ازيك يا حبيبتي عامله ايه؟ عايزه تباني ولا بابيش؟ ده ب 120 يا مدام. كويس قوي جبت كيس. ب 120 يا مدام. ده بكام؟ ب 120. ب 120. ب 120. ب 120. اصوى في عينك يا اللي ما تصلي على النبي. عرضه قد ايه يا ياسمين؟ تعالى يا باشا نقفل العرض مع بعض. يا ريت بعد اذنك يعني. بحيث برضو ان اللي تشتري تبقى عارف. واحد. اثنين. اثنين ونص. تمام. ب 120. اثنين ونص. ب 120 جنيه. كده على ابو 120 معايا. سكه يا مدام كده وصلي على النبي. عليه افضل الصلاه والسلام. واحد الله في قلبك يا مسلم. احنا في الخميس المطريه. في الخميس المطريه. علشان لو لقيتوا فرق اسعار بعمل الفيديوهات بتاعتي تبقى عارفين انا بصور مع مين ومين. احنا عشان محدش يزعل مني. كل سوق بسعره. بصوا دي حفر. بصوا الحفر بتاعها ما شاء الله. الحفر بتاعها الاسلامي ده جميل قوي 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 بصراحه. حلو. هنلف اللف واحنا اساسها برضه. ما حدش بيبيع زينا. تمام ماشي. كل رسمه عندك بالوانها برضه. طب انت دخلتيها على الاطفال وسبتي القلوب عشان المدام تستفاد معانا في العرض. ماشي خلت تستفاد معانا في العرض. ايوه عشان هي بتبيع والناس واقفه. هات يا الله بطانيه. اه بتاعتها تقيله ازاي. عينينا يا كبير. ده الجري ما شاء الله. ده جميل. اشتغل يلا زي ما صورنا 135. ما تعليش على الزمان. عارفه والله العظيم انا عايزه اخترع. 135 يا مدام. عارفه والله ازاي. اشتغل اهو زي ما صورنا. ايوه زي ما صورنا. خدش بكام يا مدام؟ هو زي ما صورنا. ايوه كده ما شاء الله. ماشي يا ستي. ربنا يزيدك من نعيم الله. حلوه قوي قوي برده الكشمير الهادي ده. بصوا كشمير هادي قوي. اللهم بارك. الدرجه بتاعته جميله. جميله جدا. ورينا بقى ايه البطشه الجديده اللي شكلها غريب دي. انا اول مره اشوف بطشه فستق. انت بجد ده انا اول مره اشوف بطشه فستق. بس ده عرض اتنين. ده ملابس. اه عرض اتنين ملابس. اه دي ملابس. الله. ثلاثه اربعه خمسه ب 120. ب 120. خمسه ب 120. حلوه. اي متر 120. اجي واحد معايا اهو. ايوه اتنين. تمام. ايوه ثلاثه
كل دي ملابس يتعمل الروب او ترنجات لون سيمون. تمام. خمسة. احمر. ماشي. بـ120. خش بقى على اللي نازل وعامل قلبان. ايوه. عامل ضرب نار. مصبع. افرد بس العرض كده معايا، افرد كده واريهم المقلبيه كده. المصبع ده. افردي كده وشوف الحلويات. يخرب بيت اللون ده يا حجي، جايبه اللون ده ليه؟ ده وجع عيني. ده والله. اصله والباقي كله في الفاصل. بس اللون مش عارفه اقول لكم ايه اللون الساطع ده. يا لهوي ده بينور في العتمه يا بنتي ده. ماشي. ده عرض 62. ده عرض 2 متر 60. 62. كل ده 140 بقى ولا ايه؟ برضه مش هزعلك. 140. ده 140. طالع 150 بس عشان خاطرك. 140. ده كده 140. ده اللي 120 ملابس. زي كده ده شغال لحاف تحفه. لحاف. ماشي. لحاف. اللون ده جميل قوي، اللون البصلي ده. ملابس. في ناس واخدينه عاملينه قطات كده بالطول. ايوه ايوه. انا عندي واحد منه قطه بالطول. ايوه فعلا. تمام. يعني 140 وعرضه 260. ما شاء الله عرضه كبير. بصوا عرضه الاحمر بتاعه جميل بصراحه. ابعتها له في وشه. الازرق. اوف الازرق ده جميل. ايه ده؟ ده شويه كبيره. الازرق ده حلو قوي. يلا يا عمنا ورينا اللي بعده كده. حلو ده. لون 2 3 4 5 6. حلو. 6 الوان 140. نخش بقى ايه؟ احنا عارفينه. لا نسيبه ونخش على نخش على ده. انا خدت منه عملته الحفه. انا عملته الحفه والله العظيم. ده معدي الالوفات بره والله ما كلفني حاجه جدا عن الجاكار التاني. عملته والله الزبونه تتهنى بيه يا رب. ما شاء الله خامه تقيله ومحمله. المتر بقى بكام؟ بصوا حتى الرسمه بتاعته. هنبيعه مع الجاكار اللي هو خامته اخف برده ب 160. 160. بصوا الرسمه بتاعته في النص اهي، تيجي في اللحاف. اسمها الارنوب. قمر. خدتها يا جماعه، طلعت قمر. دي خامه تقيله قوي ومحمله. دي الشعر. في فرق جامد بين جوجي. ايوه في فرق. بس انت جايبه لون واحد بس النبيتي من دي. بس ما عادتش يوم الثلاث. ولا هتقعد. ولا هتقعد والله. كنت بصراحه ولا 170 كمان بصراحه. ولا هتقعد. وتتاخد تتعمل مفرش وتجيبي لها جبير حوالين داير، يبقى احلى مفرش شتوي. خدي مني واعملي الافكار دي والله العظيم ثلاثه هتستفادي. بصوا الجاكار المتر ب 160 لون كشمير، وعندها اللون النبيتي. امال ده ايه بقى لما اللي هناك ده نبيتي؟ ده نسميه ايه؟ ده توبي؟ تمام ماشي. ده التوم والكشمير والنبيتي، وعندها كشمير غامق. اربع الوان من الجاكار واللون النبيتي اللي بقولك عليه تعمليه مفرش ده طلقه. لا ايه رسمات الاطفال بقى؟ رسمه الاطفال دي هناك الكيلو ب 100 جنيه في العرض كامل. على ده ولا ده؟ اللي عليه حصان. اللي عليه حصان؟ مش عايزه. انا اقول كام؟ انا لا انا عايزه اسمع منك حاجه حلوه والله يا اختي. انت قولي لي حاجه حلوه. اقول يعني؟ قول. ولا تزعليش؟ لا مش هزعل. 130. طب ايه رايك ب 125؟ لو ربنا ب 125 ولا عنده زينا ولا يا عمنا؟ انا عندي ذهول. انا نفسي حد يجيب ذهولي. انا نفسي حد يجيب ذهولي بصراحه. لا بجد 125. طب بقى كام لون ولا هو اللون ده بس؟ هو اللون ده بس. عشان كده يا ياسمين. عشان كده جبت 125 اللون ده بس. بص في لون الزهر قطع النجم. هو قال لك عليه النجم. تمام. اللون اللي هو الجينز دي هي النجم، هي مسميها النجم. ده الاسلامي الرسمه الثانيه. بصراحه الرسمه الجديده جميله قوي بصراحه. عايزه ايه؟ بس كل واحد على حسب ما هو عاوز. طب ما في رسمه جديده اهي، في رسمه جديده اهي. دي برضو اللون ده بس؟ اللون ده بس. حلوه قوي قوي الرسمه دي، عجباني قوي قمر بصراحه. بصوا جميله. بطه متاج. بطه متاج. ده بطه بنتي بتاج، بس انا بنتي بلاش. بلاش كام؟ بلاش جناح. هنركب لها. دي بكام دي يا ياسمين؟ 140 مع الكريستال. دي ب 140 واللي عليها الوش القطه. ما هنا 140 في الاول 135. لا لا وش القطه. 140 عنده 140. اربع الوان من وش القطه. يا لهوي انا رجلي مش عارفه ارفعها. دي ودي القطه. ادي لون وادي لون كشمير وادي لون اللبني وادي لون البمبة. وطلعوا اربع الوان. واحد اثنين ثلاثه أربعة. أربع ألوان في القطة دول وب 140. الحلويات دي لازم نوريها للناس. أنت مخبيها ليه؟ أنا عارفة. انا كل ده تفرشيها على السرير مش معقول. تعالي انت كده عشان نيجي كده عشان تاخديها صوره وتخشيها على الفيديو لو هو ماشي. يعمل معانا لقطه كده يا دود. يعمل يا حبيبه قلبي. ربنا يخليهولي. ربنا يخليهولي. الله يخليكي يا حبيبتي. بص لها بقى. قبر يا ياسمين حبيبتي. يا دود في باكره الكشمير والبامبا واللبني والاقوى.
بص البامبا دي جميله قوي بصراحه، تحفة. عرايسي تحفه جميله حلو. تمام اديني في الفواتح يا وحيد. اديها وحيد اتجوز خلاص مش فاضي دلوقتي مش عارفه والله العظيم حضرت له فرح من قريب. بص دي القطه ما شاء الله جميله. واحد يخلي باله من الشنب وهو نايم. مش شنب في خرباشه دي في القطه بس دي بتاعت اطفال يا حبيبتي مش بتاعت كبار. ما بيحطوش القطه على السرير الكبير. لو حب ينام على السرير الاطفال هتقوموه. لا الكلام مستقويه قوي كده انت بين عليكي بتعكسي ولا ايه؟ دي الرسمه بتاعت الاقوى. اه عشان واقف قدامي لازم اقول هو اللي مستاق. عايزانا نتضرب ولا ايه؟ ومعاك الرقم ده اللي هو 03 1 3 8 4 8 3 5 7. دل عليه الواتس وعندنا شحن في اي مكان. تمام التواصل على الرقم ده. حلو ان شاء الله في اي مكان. بتشحن اهو يا جماعه. احنا تبع استاذه دعاء ليه تخفيضات ثانيه كمان. تخفيضات ثانيه ثانيه كمان. طب اعتبري ان انا جايه من ناحيتها ودي التخفيضات الثانيه. يا رب يخليكي. ربنا يصلح الحال. يا رب يخليكي.